تبي تضيف لمسات مميزة لصورك وتخليها متحركة؟ خليك معنا. في بداية الفيديو نحب ننوه ان التطبيق باللغة الإنجليزية فقط ومتوفر على متجر جوجل بلاي والأب ستور. تطبيق فيميج هو عبارة عن تطبيق يضيف الكثير من المؤثرات المتحركة والتأثيرات على صورك بطريقة سهلة وبسيطة من خلال جمع ودمج الصور الفوتوغرافية الثابتة مع الفيديوهات المتحركة. أول ما نفتح التطبيق نضغط على علامة الزائد عشان نختار الصورة اللي نبيها من معرض الصور أو من الصور الموجودة في التطبيق. بعد كذا نسوي التعديلات اللي نبيها Adjustment. من هذه القائمة نعدل على وضوح الصورة والإضاءة والألوان. الخيار الثاني Rotate يقلب لنا الصورة، وCrop عشان نقص الصورة حسب المقاس اللي نحتاجه بمشاركتها في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. وآخر خيار Replace أو تبديل عشان نغير الصورة. بعد ما ننتهي بالتعديلات الأساسية ننتقل إلى الخطوة الثانية بالضغط على علامة الزائد Effect أو المؤثر. نختار من هنا المؤثرات اللي نحتاجها مع إمكانية تحميل مؤثرات إضافية. التطبيق فيه أكثر من 70 مؤثر متحرك من بينها الدخان والضباب والغيوم وغيرها الكثير. فمثلا لو كان عندنا صورة فنجان القهوة نقدر نضيف لها مؤثر الدخان المتحرك. بعد ما نختار المؤثر راح نعدل عليه حسب ما يناسب الصورة، ونقدر نصغر حجمه أو نكبره أو نغير الاتجاه أو حتى نتحكم بلونه أو درجة الشفافية. بعد ما ننتهي من التعديل نضغط على علامة السهم الموجودة في الزاوية العلوية. الآن نقدر نحفظها أو نشاركها بمواقع التواصل الاجتماعي. يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.